إذاعة صوت الحق صوت الكرامة تقدم مع الفنانين. أستاذ عزار حبيب وأستاذ الياس ناصر، بيسعدني نلتقي سوا عن جديد بهالبرنامج ونتابع حديثنا، نحكي أكثر عن صاحب الصوت يلي ندر صوته، فينا نقول ندر صوته لغناء الحب بكل صدق وإحساس، ولصاحب القلب يلي أعطى أصدق كلمة وأعذب كلمة حب. أستاذ الياس، مجرد ما نسمع أغنية معينة منشعر تلقائيا أنه هالكلمة يلي بتدخل مباشرة على القلب كلمة الياس ناصر. هيدا إطراء منك، شكرا. هيدا الواقع. شكرا. شو قصتك مع الشعر؟ إنسان خلقان مشان الكلمة. والكلمة بعتقد بولادة طبيعية مع الياس ناصر، يعني ساعة اللي بيختلج قلبي بموضوع معين بتطلع الكلمة تلقائية بدون عناء. يعني أنا من جماعة مش اللي بحطوا ورق قدامهم وبقولوا بده يكتبوا هلأ وبحط أوافي وما أوافي، لا، شغلة أول شيء تركيز على الموضوع وبعدين متى ما نوجد الموضوع بتجي الكلمات تلقائية ومتسلسلة من الحالة. حلو. هل كنت مفكر أو مصمم، أكيد دايما الواحد بيكون عنده نظرة مستقبلية لبعيد، طبعا، إنك بيوم من الأيام رح تصير شاعر أغنية وأغانيك تتردد على ألسنة الناس؟ بالبداية شوفي، أي إنسان بيحلم يكون شيء، بس إنه يحلم يكون شاعر هذه شغلة ما بيقدر يعملها. ممكن أنت تحلم تصيري مذيعة مع الميران ولا شو اسمه، ممكن تصير، بس شغلة الخلق لا، أنا عم حدد بسؤالي إنك تكون شاعر أغنية. إيه؟ أنت شاعر، نعم، بس بيسوى تقضي كل حياتك شاعر بدون ما تصير شاعر أغنية؟ إيه لا، كنت أنا مركز إنه يكون، لأنه أنا من الجماعة اللي بحبوا كلمتي اسمها مرنمة، يعني مع نغم. كيف؟ وأنا بيسعدني كتير إنه شوف طفل عم بردد لي كلمة أنا قايلها بفرح بمحبة، لأنه بتعرفي وخصوصا بهالأيام إنه اليوم القراءة شوي نادرة. طبعا. يعني اليوم أنجأ الواحد عم بيقرأ جريدة، بيقرأ المونشيت، ما إلو جديد يقرأ بقى. مشان هيك أكتر شيء مركز على الأغنية، لأنه لما بتكون مشغولة بصدق بتوصل لكتير من الناس بصدق بيرددوها بسرعة. بدنا نرجع لموضوع كيف بتكتب. هل الأغنية عندك بنت معاناة معينة؟ قلت لي قبل نتفي أنه انطرح موضوع معين بتلاقي له الكلمة المناسبة، مهم ينوجد الموضوع، بس يا هل ترى هالموضوع بيكون ابن معاناة معينة أو أي موضوع طلب منك بتقدر تكتب عنه من دون ما تمر بحالة شعور معين؟ لا، شوفي، الكتابة باستمرارية شغلة صعبة، بس الخبرة بتلعب دور أساسي. هلا ممكن عالج موضوع أنا ينطرح ينطلب مني، بس شغلي ما بعملها، بدي يكون مرق بالتجربة، مش ضروري معاناة، لأنه بالشعر دايما في معاناة وفي مناجات وفي غزليات وفي بس دايما في إحساس. طبعا بدنا نقول إحساس معين. إيه طبعا، إحساس معين أكيد. إذا ما فيش عنده تجربة الشاعر ما بيقدر يصور لك الصورة إذا قاعد بين أربع حيطان وعم يكتب، بده يكون مرق بالتجربة تقدر يعالجها من جميع الجوانب. يعني مثلا هلا بدك تاخذي موضوع غزلي، بده يعرف الشاعر كيف اذا حكي مع بنت كيف ممكن تجاوبه، كيف ممكن تتفاعل مع الكلمه اللي بده يقول لها اياها. كل انسان بتفكر شيء، وكل انسان لون عيونه شكل، وكل انسان بتسرح تسريحتها شكل. طيب يعني ما بيقدر هو مثلا يرسم وهم؟ ايه طبعا، صوره معينه بفكره بيحكي عنها. اكيد، بس الصوره المعينه بتكون وليد التجربه مرقه، بضخمها هو اكثر، عرفت كيف؟ او بحجم للموضوع هون، ساعتها هيدي خبرته بتلعب دور الاساسي. ايه طبعا، مش كل غنية بده يكتبها بده يكون في انسان بحبها، لا، بده يحب هيك، بده يحب الدنيا، او بده انسان وحده في يشوف كذا امراه. صح. طيب، بوجود عزار حبيب بدي اسالك، هل بتعتبر انه الاغاني يلي بتحمل الحان عزار وصوته انجح من اغانيك الباقيه؟ في سبب، ما في شك بمقدرة عزار وبصوت عزار الحنون اللي قادر يوصل الكلمة حلوة، بس كمان اليوم أستاذ عزار صار ريبرتواره كبير مثل ما قلنا، بعدين حساس كتير هو، صادق كتير بإيصال الكلمة بمخارج الحروف، لأنه كمان في شغلة ما بيعرفوهاش العالم، إنه مخارج الحروف عند المطرب أو عند المغني تلعب دور أساسي. طبعا. يعني بتسمعي اليوم أغاني البي مش قايلها، الحابة آخر الكلمة مش قايلها، يعني بدون
ما يحس المستمع انه هيدي الكلمة صح او غلط، لازم نحن نعمل جهدنا قبل ما توصلوا الاغنية نسمعوا اياها صح. لانه شغلة الاغنية مثل ما بيتعلم الولد بالمدرسة لازم يتعلم من الاغنية. عزار صار ريبرتوار كبير، صار قادر يوصل لمواضيع الكبيرة. هلأ يعني هلأ بيقولوا عزار حبيب شو عامل اغنية تنسمع، بيشوفوا الموضوع الحلو بياخدوه، بس مطرب جديد تقدر تبلشي معه بموضوع كبير شغلة صعبة. عشان هيك عزار اليوم قادر بحسه وبحضوره بال ما في بديش استعمل كلمة سوء، يعني بحضوره لدى الجماهير هو اللي بخليه يوصل مواضيع كبيرة. طيب سمعنا صوت عزار حبيب بعدة أغاني هيديك اليوم بالحلقة السابقة، بقى هلأ شو رأيك نسمع صوتك؟ يعني لا لا ما بدي تغني يعني أشعر. مين قال لك ما بغني أنا؟ تغني؟ طبعا بإلقائي. خامس سيجارة، هيدي خامس سيجارة بحرقها بخمس دقايق، عيوني صارت دوارة وفكري ملبك مش رايق، عم بيفتش عفكرة تيلاقيكي بشي بكرة، وقوعة تكوني مفتكرة رح بتغيب الحقايق، هيدي خامس سيجارة بحرقها بخمس دقايق. بدي أعرف شو عم تحكي ومين اللي شاغل إيديكي، بدي أعرف شو عم تحكي ومين اللي شاغل إيديكي، بدي أعرف لون الضحكة اللي عم تضحكها عينيكي، بدي أعرف كل القصة قبل ما أعطيكي الحصة، وما بدي أترك لك فرصة تنسيني بخمس دقايق، هيدي خامس سيجارة بحرقها بخمس دقايق. شارد شارد عقلي بعتم الغربة وصارت عيني مجنونة، خايف ضيع وضيع دربي، خايف ضيع وضيع قلبي وعن دربي تحملني ظنوني، بدي بدي ومش عارف شو بدي، بدي احكي وانت تردي وحدي بدي تضلي حدي وما تغيبي خمس دقايق، هيدي خامس سيجارة بحرقها بخمس دقايق. الله شو حلو. هل قصيدة هيدي تغنيت تلحنت او بعد؟ خلي استاذ عزار يجاوبك عليك غنائيا. ايه طبعا. هل قصيدة تلحنت؟ ايه بس تلحنت تتغنى ديركت على بمدرج ميروبا ضمن المهرجين. وتسمعنا شوي؟ يلا تفضل. هيدي خامس سيجارة بحرقها بخمس دقايق، هيدي خامس سيجارة بحرقها بخمس دقايق، عيوني صارت دوارة فكري ملبك مش رايق، عيوني صارت دوارة فكري ملبك مش رايق، عم بيفتش عفكرة تيلاقيك بشي بكرة، عم بيفتش عفكرة تيلاقيك بشي بكرة، اوعى تكوني مفتكرة رح بتغيب الحقايق. بدي
بدي أعرف شو عم تحكي ومين اللي شاغل إيديكي. بدي أعرف شو عم تحكي ومين اللي شاغل إيديكي. بدي أعرف لون الضحكي اللي عم تضحكها عينيكي. بدي أعرف لون الضحكي اللي عم تضحكها عينيكي. بدي أعرف كل القصة قبل ما أعطيك الحصة. بدي أعرف كل القصة قبل ما أعطيك الحصة. وما بدي أترك لك فرصة تنسيني بخمس دقايق. سلم تمك. شكرا. قلت لي انه هالاغنية هيدي من الاستعراض يلي عم تحضر له لميروبة. أيوة. ممكن نحكي بتفصيل اكتر عن هالعمل الجديد؟ الاستعراض رح يكون ب 17 و 18 اب وعلى مدرج ميروبة. نعم. فهالاستعراض يعني يمكن من شي 10 سنين بعد ما نعمل هيك شيء يعني بسبب الاحداث يعني. فعاملين مغامرة كبيرة يعني مع فرقة كبيرة، اول شيء فرقة موسيقية كبيرة ومع فرقة رقص كبيرة كمان، والمدرج بساعة كتير يعني. ف يعني عاملين ليلتين بس بساعة كل المستمعين يلي عم يسمعونا هلا ان شاء الله يطلعوا كلهم يعني بنحطهم بقلبنا. بس ان شاء الله تضل الحالة مليحة يعني ان شاء الله حتى شوي يعني ننبسط بالشغلة. مين مشترك معك بهالاستعراض هيدا؟ معي مادونا مطربة بفتكر ناس بيعرفوها صار. ومعي جابي شيبة وفرقته رأس. معي نجا نصار وسمارة نهرة. طيب هيدا عمل جديد ما هيك لألك، يعني نوع جديد ما سبق وقدمت استعراض قبل ما هيك؟ لا هي أول مرة يعني رح نجرب حالنا فيها. إن شاء الله بالنجاح. إذا الكل مدعوين إلى ميروبة، بتذكرنا بالتاريخ؟ التاريخ 17 و18 إب. أوكي. برجع لسؤال عم فكر فيه من أول ما بلشنا بالحديث، هل بتعتبر إنه السفر من أجل العمل لصالح الفنان أو ضده؟ لصالحه بفتكر ماديا يعني. مش مثل ما بيقولوا إنه رحنا غنينا للمغتربين ورفعنا اسم لبنان وكذا، يعني الفنان عم يطلع مشان يأمن معيشته بفتكر يعني. لأنه ما فيش ولا مؤسسة بترد له شيء من اللي عم يتكلفه الفنان، يعني كان تلفزيون أو إذاعات أو شيء، خاصة بهالحالة هيدي بهالحالة، وكان قبل كمان يعني مثلا كل عمره واحد يهدي الغني الإذاعة أغاني بدون مقابل يعني. فمجبور يشتغل على المسرح لحتى يأمن يعني مصروفه. طيب ما بتعتقد السفر الطويل، لأن أوقات السفرة بتكون أكتر من شهر شهرين أو أكتر حسب عقد العمل، يعني بتضر الفنان؟ تبعده عن جمهوره بوطنه؟ لا الفنان مش ضروري يكون موجود هو شخصيا، يعني ضروري يكونوا أعماله موجودين. لأنه ما بهم يعني، طول ما الناس عم يسمعوا أعماله ما بهم، بيبقى موجود يعني. معه بضل موجود أكيد. والعمل بالمرابع الليلية ضد الفنان أو لصالحه؟ هذه قلت لي ضده يعني، ضده معنويا بس لصالحه ماديا. قالوا لي انك قررت انك تترك العمل الليلي بالمرابع. مزبوط. صح. يعني اللي فتره اللي شيء 7-8 اشهر يعني مش عم بقبل ولا اي عقد عمل بمربع ليلي. لانه شوي الشغله صارت كثير يعني، بقاش في مستوى يعني بالمرابع الليلي. لانه بتسمعي بالمطعم يعني عندهم الناس عبد الوهاب واصغر هاوي هو زيته يعني، ما بيسمعوش يعني، بيسمعوا باجرايهم يعني. يعني بس تضرب الطبله خلاص قاموا كلهم على المسرح يرقصوا يعني، من
بتقولي له نزلوا على الموال بدهم يرقصوا، على نشرة الأخبار بدهم يرقصوا يعني. رقص يعني مهم الرقص يعني. طيب هلا ما بيسمعوا يعني ما في سمع خالص يعني. شو رأيكم هلا ننتقل لغير أجواء؟ حكينا كتير عن الأشياء، شغل وعمل ومشاريع وهيك. عزار حبيب، الإنسان هل هو إنسان سعيد أو حزين؟ متفائل أو متشائم؟ قاسي أو صاحب إحساس مرهف؟ أنا أول شيء سعيد كتير إن شاء الله يعني دايما حسب الظروف بتكيف يعني. أو مرح؟ طبعا مرح، ما بحب الحزن أبدا. مش يفكروا يعني إنه إذا بغني أغاني عاطفية بقولوا لي هذه أغاني حزينة، مش حزينة يعني. نحن معروف عن الفن الأغنية الشرقية يعني، يعني قد ما طلعتيها برات الشرق بدها تضل فيها نوستالجي يعني، فيها شيء من العاطفي الكتير والحزن شوي يعني، الممزوج بالعاطفي والسويدة يعني فيها ميلانكولي يعني. على كل حال نضل نفكر انه الحبيب رح يتركنا يعني وخايفين عليه. لا بس البكي مش ضروري يكون ناتج عن شيء حزين، بس الواحد يتأثر يبكي من الفرح. فرح مزبوط. طيب استاذ الياس ناصر، شوف توصف حالك نفسك. انا سعيد وسعيد جدا. وبالنسبه لمتفائل، متفائل كتير. واذا كنت قاسي او احساسي مرهف هيدي بتركها لإلك تقولي شو من نوعية كتابتي، بتعرفي انه طبعا انه مش قاسي ابدا. طيب استاذ عزار، يلي بحسه المستمع انك بتأدي اغانيك بكل صدق وبشفافية، هل بتعيش كل اغنية من اغانيك اثناء تسجيلها او ادائها لتوصال صادقة للمستمع؟ طبعا طبعا اكيد يعني، اذا اساسا مش مقتنع بالكلمة ما في غنية يعني. كل الاغاني كلهم حتى مثلا ردوها عني يا شباب و... ايه اكيد جوزوني يعني. طبعا مقتنع فيها لانه فيها نكتة، فيها مرح يعني. انا انا بحب النكت، بحب انه مش قصدها. لا اكيد مش ضروري اقول عن مرتي يعني ردوها، بس انه الموضوع انت تسمعنا هلا موضوع اكيد فيه فكاهة يعني، في مرح. بعدين الاغاني العاطفية اكيد بحسها يعني. بعدين انا بستوديو ما بحطش ورقة قدامي، ما بحطش الغنية مكتوبة وغنيها يعني، ببقى حافظ الغنية لحتى أحس بكل كلمة. استاذ الياس، شو هي فلسفتك بالحياة؟ فلسفة؟ فينا نضل بلا فلسفة نحكي هيك بسامبليسيتي. طيب حكمتك؟ حكمتي شو بدي قلك، مثل ما بيقولوا اتقي شر من أحسنت إليه. لا هذه شغلة بعد ما أحسننا لحدا كل العالم عم تحسن. حكمتي إنه عيش ليومك. وحضرتك استاذ عزار؟ اصرف ما في الجيب ياتي ما في الغايب. ليس ناصر، انت يلي كتبت كتير عن الحب، شو رايك بالحب؟ استمرارية. حلو. عزار حبيب، الحب عطاء واحساس. حلو. هل بتعتبروا انه في حب واحد بالحياة او في حب اخير؟ الحب حب، ما في اول واخير، في يعني الحب انك تعيشي بحب، تحبي الناس. مش يعني كم مره باستطاعه الانسان انه يحب؟ مره ثانيه 10 20 مره؟ انه حب الغرام يعني. طبعا عشان عم نحكي ما فيناش نقول بدنا نحب، هيدي شغله طبيعيه. ساعه اللي منه لحاله بيسيطر علينا ممكن نحب 10000 مره. وممكن نضل نحب حابين حب واحد طول ما في انسجام، طول ما هو في حب بين الشخص والتاني يعني. طيب ليس ناصر، بتقول بإحدى أغنيتك إنك رح تقدم لهدية حرفين من الأبجدية. نعم. هل الحب بنظرك أهم من المادي والمال؟ أكيد شغلة طبيعية، قلت لك استمرارية. طيب شو المال بالنسبة لإلك؟ مثل ما قالك أستاذ عزار، أنا قلت لك عيش ليومك كمان. يعني معناتها تنروح نسهر ونشرب كاس وننبسط ونعمل أغاني ونفرح وننبسط ومش أكتر من هيك. شو بتقول للفنان يلي بينظر الى الفن على انه فيلا وسياره ودفتر تشيكات؟ اول شيء هذا مش لازم تساليني شو بتقول للفنان، لانه هذا مش فنان يعني. اساسا ما بعود اسمه فنان، ما بعود اسمه فنان اكيد، هذا بيشتغل بالفن. مصلحته يعني. طب هلا شو اقولكم، نرجع للحب وللهديه يلي كلها حنان واغنيه عم لملم حناني. الله. عم لملم حناني. مين أو شو بيضحك عزار حبيب؟
مين أو شو؟ يعني ما ممثل مثلا؟ حيالله مثل ما بدك، الشخص أو الشغلي اللي بتقدر ترسم ضحكة من قلبك عشفيفك. أنا معروف عني إنه بضل مبتسم على طول. معروف. ترسم دمعة. الوداع كتير بيأثر فيه يعني بس شوف منظر وداع حتى لو بتمثيلية مثلا بتبكي، ببكي دمعتك سخية يعني. هيدا المنظر الوحيد اللي ببكيني. الموت ما ببكيني يعني قد الوداع. مع انه الموت وداع نهائي بس عجيب ما يعني مش كتير بتأثر بالموت لانه بعرف انه كلنا رح نموت بيوم من الايام يعني كل العالم بدها تموت بس الوداع كتير صعب علي. لا بتحس انه الشخص بعده موجود بس بعيد عنك. ايوه استاذ الياس نفس السؤال لك شو مين يلي بيقدر يضحكك او شو وبالمقابل اي متى بتبكي شو بيبكيك؟ بيضحكني فرح الاشخاص اللي حوالي واللي ببكيني دمعه بعيون طفل او ولد عم بيصرخ مشرد او جوعان وبعدين الوداع كثير بياثر علي وحتى اللقاء الحميم بأثر علي بنزل لي دمعتي كمان. حلو. بعرف انه اثنيناتكم مزوجين ما هيك؟ ايه طبعا. هل الزواج بيأثر سلبا على الفن على الفنان او الشاعر؟ لا ابدا ليش ما له بالعكس يمكن ايجابي اكثر. اذا الزوجات متفاهمين للوضع بده يكونوا في فداءيات شوي لانه بتعرفي مزاجيه الشاعر بتلعب دور كبير ومزاجيه الفنان كمان طبعا. بنفس الوقت يعني ان كان ملحن او مغني اذا متفهمي هالامور ممكن يتخطوا كل شيء. وقت اللي بيغمض عذر حبيب عيونه بشو بيحلم غير اللحن والموسيقى؟ اوقات بحلم حالي عبوقع من سطح بنايه. اكثر شيء هذا ببصر بنوم هيك كابوس هيدا مش حلم. هذا المنام الوحيد اللي بشوفه بنومي يعني. وحضرتك استاذ الياس بدك تساليني اذا بنمت ابصر بنوم. طيب بفتكر انه الوقت دهمنا ما بقى عنا وقت مع انه حديثكم ما بينشبع منه. تسلم. حب ارجع اذكر المستمعين باستعراض ميروبا. ايوه شو التاريخ؟ اب 17 و18 اب 1985 عذر حبيب مدونة. وطبعا الكلمات كلها والشعر للاستاذ الياس ناصر وشي بليق بالمستمعين يعني عاملين جهدنا شي يليق بلبنان. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة وبحب أشكركم على هاللقاء الحلو وبتمنى لكم دوام النجاح على المدى البعيد وخطوة جديدة ناجحة باستعراض ميروبا. شكرا. أهلا. شكرا. أصدقائي المستمعين هون منتوقف على أمل نلتقي عن جديد بأحلى المواعيد ودايما من إذاعة صوت الحق صوت الكرامي.